السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل داونجريد. طبعا الداونجريد احنا عارفين ان هو عشان نحصل عليه بيكون بطرق غير قانونية وغير مشروعة، تمام؟ طيب الطريقة معانا النهاردة هنعمل داونجريد. الداونجريد احنا عارفين عشان نعمله رسمي لازم يكون مسموح من ابل، هو فعلا مسموح من ابل، لكن الجديد في الموضوع ان احنا نعمل داونجريد من غير ما نعمل ريستور للايفون، من غير ما اخد باك اب واعمل ريستور كامل وارجع الباك اب تاني. طبعا العمليه دي بتحتاج وقت كتير جدا، لكن الطريقه بتاعتنا النهارده او الفيديو اللي هنشوفه هنتابعه النهارده طريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد مننا تقريبا تلت ساعه في خلال عمل داونجريد كامل، بالاضافه ان جميع التطبيقات والحاجات اللي على الايفون عندك هتدنها زي ما هي بدون ما يتحذف اي شيء. يلا بينا نشوف الفيديو. للموقع ده IPSW، تمام؟ نفتح الموقع IPSW.me. لو عندك الجهاز ايفون ايباد ايبود الطريقة واحدة، تمام؟ انا عندي ايفون، الطريقة اللي معانا النهاردة هنطبقها على ايفون اكس، تمام؟ عندي الفريمور المتاح ان انا اقدر ارجع له 11.2.1 و11.2، تمام؟ انا هضغط على 11.2 عشان انزل الفريمور بتاعه. انا بالفعل منزله، انت هتضغط على داونلود وتنزل الفريمور بتاع الاصدار بتاع التليفون بتاعك، تمام؟ وتختار الاصدار اللي انت عايز ترجع له. هنرجع تاني نتاكد، تفتح الايتونز تنزل احدث نسخه للايتونز، سواء جهازك يعمل بنظام الويندوز نسخه 64 او 32، او جهازك يعمل بنظام الماك هتنزل احدث نسخه وتضغط داونلود وتنزلها، تمام؟ الحاجه التانيه اللي حابب انوه عليها، طبعا ده التليفون زي ما احنا شايفين، تعالوا نتاكد نشوف الاصدار اللي التليفون موجود عليه دلوقتي عشان نكون متابعين مع بعض، تمام؟ زي ما احنا شايفين الاصدار 11.2.2، زي ما احنا شايفين 11.2.2، تمام؟ تمام. الحاجه اللي حابب انبه عليها، لازم تعمل تسجيل خروج من الاي كلاود بتاعك، ما تسيبش الاي كلاود موجود في التليفون، لازم تعمل ساين اوت، لازم تعمل تسجيل خروج من الاي كلاود بتاعك. طبعا انا عندي هنا عامل تسجيل خروج، مفيش اي حاجه خالص. الحاجه الثانيه هتوقف او هتلغي الباسورد بتاع التليفون بتاعك، يعني لو قفلنا التليفون مفيش 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 علامه القفل هنا اهو بيفتح على طول، لازم توقف التفعيل الرقم السري عندك على التليفون، تمام؟ تمام. طيب تعالوا نوصل التليفون، نوصله عشان احنا كل اللي علينا زي ما احنا شايفين هنتابع مع بعض بالتفصيل خطوه بخطوه ازاي نعمل داون جريد. ومع العلم يعني انا عندي تطبيقات زي ما انتم شايفين كتير جدا كتير جدا شايفين، فانا عشان اخد باك اب مش حابب انا والعمليه دي هتطول. انا كل اللي هعمله هفتح الايتونز عندي هنا اهو، هو بالفعل قرأ الايفون زي ما انتم شايفين، قرأ الايفون بتاعي، تمام. الحاجه المهمه هنا ما تضغطش على ريستور، اوعى تضغط على ريستور. لو عندك نظام الويندوز من خلال الويندوز هتضغط على شيفت، تضغط على تشيك فور ابديت. لو عندك النسخه دي بالعربي هتلاقي مكتوب على اليمين هنا تحديث، تضغط تحديث، تمام. تضغط على شيفت وتشيك فور ابديت. لو نظام اللي عندك الماك هتضغط على كوماند، هتضغط على كوماند مع كليك على الماوس، هيودينا على افتح نافذه، هيخيرنا على اساس انا اختار النسخه اللي انا عايز ارجع لها، تمام. طيب انا هشوف النسخه اللي انا عايز ارجع لها فين، هي دي اللي انا منزلها، تمام. هضغط عليها واقول واضغط اوبن بعد كده عشان اعمل ابديت، وباعتبار ان دي احدث نسخه، تمام. ف 11.2 دي النسخه اللي انا عايز ارجع لها، زي ما احنا عرفنا ان هنا 11.2 دي نسخه رسميه و100% اقدر ارجع ليها على اساس ان هي الساينت اللي هو الشهاده بتاعه النسخه دي موثوقه من ابل، فاقدر ارجع للنسخه دي في اي وقت، تمام. فهضغط على ابديت زي ما احنا شايفين التليفون اهو مع بعض، هضغط على ابديت وهشوف التليفون هيعمل ايه. نتابع مع بعض خطوة بخطوة بالتفصيل ايه اللي هيتم.
انا بصراحة يعني طريقة ممتازة جدا جدا جدا، يمكن في البعض عارف الطريقة دي والبعض مش عارف، لكن هي مفيدة، مفيدة في حالة لو انت عندك زي ما نوهت تطبيق منزله باستخدام حساب واحد صاحبك، والحساب بتاع صاحبك ده مثلا هو غير الباسورد بتاعه، وانت كنت منزل تطبيق عندك، التطبيق ده كان بفلوس هو كان شاريه وانت مش عايز تشتريه. فلو انت عملت ريستور وجيت رجعت الباك اب تاني مش هيشتغل، مستحيل، هيقولك دخل الايميل والباسورد بتوع التطبيق ده اللي هما تم شرائهم من خلال الحساب ده، فهتجيبه منين؟ طبعا في الحالة دي زي ما انتوا شايفين انا عندي تطبيقات، يعني دي برضو على حسب تبع الحالة بتاعتي، يعني انا مش عايز اخسر التطبيقات دي، من ضمنهم التطبيق ده اللي هو اي ماسل 2، زي ما انتوا شايفين اي ماسل 2، التطبيق ده بصراحة مفيد بالنسبة لي جدا جدا جدا، تمام. وفي تطبيقات كتيرة تانية، ف بعض المميزات. والحاجة التانية برضو المهمة ان الخطوة دي او الطريقة دي سريعة، بغض النظر عشان بقى تستنى تاخد باك اب، شوف هتاخد وقت قد ايه، وعشان تعمل ريستور كامل للتليفون بتاعك وعشان ترجع الباك اب، فكل ده وقت. انما زي ما احنا شايفين يعني مش هياخد بالظبط مننا مش اقل من تلت ساعة، تلت ساعة بالظبط، وان شاء الله هتلاقي التليفون رجع للاصدار اللي احنا عايزينه. برضو للمعلومة، يعني أحيانا أبل بتفتح الإصدارات دي، من فترة فتحت الإصدارات دي وللأسف ملحقناش طبعا على الآيفونات التانية، على الآيفونات التانية حتى ممكن هتلاقي على سبيل المثال آيفون 3GS المتاح لي 616 و 4.1، لو رجعت مثلا للفور اس شوف هتلاقي مفاجأة 9.3.5، زي ما احنا شايفين. نفتح الايتونز عشان نتابع مع بعض، التليفون طفى هو لوحده، بيقول لي waiting for iPhone هنا، تمام. تليفون انا ما عملتش اي حاجة ولا دخلته في وضع ريكفري ولا دي فيو ولا اي حاجة، هو مع نفسه، هو التليفون مع نفسه زي ما احنا شايفين. وانا زي ما قلت لكم الطريقه دي انا مجربها جدا فعلا على ايفون 5 اس، رجعت برضو من الاصدار 12 2 1 للاصدار، عفوا من الاصدار 11 2 1 ل 11 2، بصراحه خطوه سهله جدا وسريعه جدا، مفيش منها اي مخاوف خالص على الاطلاق. يعني حتى احنا احيانا لما بنحب نعمل داون جريد في الغالب ان لم يكن من خلال الطريقه دي بتكون طرق غير شرعيه، معاها بقى دخل جيل بريك، مع بدخل معاها السيديا، يعني شغل كده في بعض الناس بتحبه والبعض الاخر ما بيحبوش، في حاله الناس اللي هم بيحبوا يحافظوا على الخصوصيه الجامده بتاعتهم، زي ما احنا عارفين ابل بتفرض خصوصيه جامده بحيث حتى هي الشركه نفسها احيانا ما تقدرش توصل لبعض البيانات اللي على الهواتف بتاعتها من خلال الاشخاص الاخرين. فيعني في بعض الأشخاص بيحبوا حاجة زي دي والبعض الآخر ما بيحبش حاجة زي دي. طبعا أنا هحاول أجري الفيديو، هحاول أجري الفيديو أتابع معاكم بعد ما يخلص وإحنا متابعين.
تمام. زي ما احنا شايفين مع بعض التليفون عمل ريستور وقفل وفتح لوحده. تعالوا نتأكد سريعا، دي التطبيقات كلها عندنا اهي. سريعا تعالوا نشوف الاصدار اللي نزل على التليفون نشوفه كام. تعالوا مع بعض نشوف الاصدار اصدار كام. زي ما انتوا شايفين الاصدار 11.2، والحمد لله تمت العملية بنجاح. تمام تمام. الرسالة اللي ظهر على الكمبيوتر دين هو بيقول لي في اصدار 11.2.2 ظهر، عايز يعمله تحديث. انا اقول له كانسل، مش عايز اي حاجة. تمام، ده الاصدار 11.2 زي ما انتوا شايفين. تمام 11.2. اتمنى يا رب ان في الفيديو ده تكون المعلومة دي استفدتوا منها، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات افضل وافضل واحسن باذن الله. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.